بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرى تحواتينا حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستي تحستو حتن ملسن بزعباء ناي رمضان زملكت مسؤو زتتحازي كابتي أحكام ناي سيام كنفلتو زلنا حدي انتايب العلماء من السيام ما يجب التتابع فيه كصوم رمضان قالي صيام اللو أبشرعي صيام فتو زخوني بلوز زخوني ايو كابتي عينتات ناي صيام كم رمضان أكتاتيلكا أمونغو كتقواروز أولو زيبالكا بمكتتال دتسواميو كومو دماني بمكتتال كي قوارز كا دتسوامك انتيا اللو انتدا أتباهيلو سوم كفارة القتل الخطأ كيف لت سبز قتل انتدا أخوينو الزوين اتخط أوم من كلو تن سوسام عالتمالتيو أكتاتيلو بزي مكوراز ايو دتسوام مالتيو وسوم كفارة الظهار كومو دماني ظهار زقبرة مالت نبعل تبيتو السخي كم زبان أدي إخي إلو انتدا ميحيلو دماني الزوين كتسوام من كلو تن سوسام عالتي أكتاتيلو ايو دوس أمن وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان وغيرهما كم دماني أما علت رمضان سقاو ركب زفت أما مس بعلت بيتو دماني زوين سوسا معلتي أكتاتيلو نايت حنت معلتي دوس أمن زين أكتاتيل كا دوس وما أمونغو ختك وارد أن زي بالكمالتيو ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة أيام لمن لم يجد الهدي كومو دماني أكتاتيل كان يقدن تؤمن زي بحال من ينتدائل كا أبو رمضان حموشت معلتي وشدشت معلتي بمقشا يكون بحمام ويدماني تنسى زنبرا ويتات أبو زنبرا تأفتيرهم زنبرو كالي معلتي كتكوون كلو نا يقدن تن أربعة معلتي ويتن حموشت معلتي زفتركمن أكتاتيل كم يخم تتأمون أي بحالون يوم انتهي دعا أبدد تعمم فلال يومين كتأمون يخول يوم كومو دماني تي عسرت معلتي دت أوم حج زحججة هادي كحرد زي كألين تدعى مفرد كم دماني انت تدعى متمتع انت تدعى خوين ويدماني قارن انت تدعى خوين تحجناتو هادي نايجدن سلزخوني هادي انت تدعى ديك إلو دماني عسرت معلتي تأوم إذن عسرت معلتي نايجدنا كتاتي الكاخات أمانوين أي بهالنيو إذن أكتاتي الكادت أومان أكتاتي الكادت أومان كم زجيرهم علماء إفليون مالتهم سيام التطوع يجبر سيام الفريدة سيام ناي سناتات مبزح نتي أبفردي دركب قدلت نعوه يشفن الكائيو أما القول بأن النوافل تجبر الفرائد فهو قول استدل عليه بعض أهل العلم بحديث إذي نوافل متأم نتي أب فردي قدلة زجبر كاي نعويت كالكائو زبل وعلماء كامن تأتي مرتعوم تدعيلك كاب حديث نبي رسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تايلم إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة كاب تكبارات دحتة ودسب مجمريا انتهي انتدعيلك صلاتيو قال يقول ربنا عز وجل لملائكته الله عز وجل نتم ملائكة انتهي بلوم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها اسكر أيوه أخوم صلاتناي بارياي أو دلو ديدولو ولا مولو إزولو فإن كانت تامة كتبت له تاما ملت انت داني را ملتي تحفلو ان كان انتقص منها شيء قال نجر انت دا اقديلو نيروغن قال انظروا هل لعبد من تطوع قال كابتي نوافل تطوع على ودي نزباري رايلو ابل مالتيو فان كان له تطوع انت دا تطوع سناتات زبزح انت دا نيرو خينو قال اتم لعبد فريدته بلو كابتي نوافل كابتي سناتات دبزو حزن برد سقدوز نبري كابو غيركم الأولو إبهال
ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ كَمُنْ دَابَلَ كُلُّ تَكْبَارَاتِ دِمَانِي بَزْ مَنْغَدِي يَخَيِّدُ ذِبِ الْحَدِيثِ نُسِيُتِي مُرْتَعُهُمْ إِبْلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ كَمُ دِمَانِي أَبْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَايْلُمْ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ أَبْ حَدِيثِ زِيَا كَمُ كُلُّ تَكْبَارَاتُ زِقْتِلْ كُبْلُ خَلُّو أَيْ إِنْ انْتَقَصَ فَرِيدًا مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ تكمل من التطوع انت دعا كاب زخوني يكون فردي انت دعا اقديلو نيرو خوينو بتي سنات از زغبرو زنبره بو يتكالو يبلو علماء مالتي فان كان عليه نقص في صيامه اب صيام ناتو انت دعا غدلت انت دعا نيرو وكان له صيام التطوع أمنيت نوافل دصومو سنات دصومو انت دانيرو خوينو نتي فردي جبر التطوع نقص الفرائض انتي اب فردي اغديلو وزنبري نعو يتكالو وهكذا في الصدقه والحج كوم دماني اب صدقه يخون اب حج يخون دماني تي سو سنات تبزحو تتوسخي تغبرو حج توسخي تغبرو عمره ازي دماني انتي جبرل كمالتي نتي فردي يتكال كايو يبلو مالتيوم ازي حدا كابتي كفلدلو كونتات نايسيام مالتيو كومو دماني بزعبا نايسيام جاء النهي عن افراد الجمعة بالصوم يوم الجمعة بفلاي نعات راح كتصوما اب شرعي دخل كل قالو ويحرم صيام يومي العيد وايام التشرق كومو دماني مع التعيد كتصوم كل كوليو حراميو عيد الفطر كومون عيد الاضحى كتصوم كل كوليو حراميو كومو دماني ايام التشريق اب عيد الاضحى دماني تنسلست معلتي بدحري عيد اللوا دماني زين ايام التشريق بهالا ابزين وين كتصوم دماني كل كوليو يبلو علماء مالتيو مس ناي صيام زت تحازي ان شاء الله ابتدمت زون كنقصلينا مالتيو واسال الله تعالى بمنه وكرمه ان يوفقنا لما يحبه ويرضى وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.